الدوري العام كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك النهارده كابتن يوسف. يمكن النهارده يمكن الجيم ضيعنا كتير، لكن فنيا يمكن بنوصل بشكل مستمر، لكن اهدار الفرص ده عايز اتكلم عليك عليه. بتشوف اهدار الفرص ازاي وبتشوف الجيم بشكل عام النهارده ازاي؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك، الحمد لله لينا ثلاث نقاط، دي اول حاجه. تاني حاجه، اصعب مباريات اللي بعد هزيمه، يعني بالنسبه لاي فريق عموما ان احنا خسرنا في المباراه اللي فاتت في افريقيا، لكن لما بتلعب مباراة بعدها بيبقى شوية في قلة ثقة. لكن احنا النهاردة درسنا فريق الانتاج الحربي بشكل كويس جدا، مميزين هم في الهجمات المرتدة، بيقفلوا تحت وبيطلعوا على الثلاثي الامامي اذا كان موسى ديارة او احمد رؤوف او مسعد، وقدرنا ان احنا نشتغل معهم في الحتة دي بتمركزات صحيحة، بتنبيهات على الديفنس بتاعنا ان اثناء الهجوم احنا متمركزين صح عشان الكونتر اتاك، بيلعبوا الكرة الطويلة في مساحات الفاضيه للثلاثي بتاعهم. اشتغلنا كويس جدا، يمكن من اول مباراه ممتلكين الامور بتاعه المباراه كلها. بعد الطرد يمكن وبدايه الشوط الثاني بعد الهدف لحت لنا اكتر من فرصه، وكنا مفروض او مش المفروض، ما ينفعش حاجه نقول في المفروض في الكوره، لكن اللي شفناه ان كنا ممكن نكسب ثلاثه او اربعه، وفي نفس الوقت ممكن في اخر فاول اللي شديد شاله ممكن يحصل حاجه. لكن الحمد لله في النهايه انا بتكلم على ثلاث نقاط طلعنا بيهم مهمين جدا في سباق الدوري وفي مشوارنا في الدوري. اشتغلنا كويس جدا الشوط الثاني على فريق الانتاج، وقدرنا الحمد لله ان احنا نحقق هدفنا، وده اللي هو الثلاث نقاط مهمين جدا. كمان يمكن نقطة مهمة، وهي يوم 20 عندنا مباراة الداخلية ومن بعديها 24، احنا ما بنتكلمش في تلاحم لكن بأمر واقع خلاص يا كابتن يوسف، لابد يكون في تجهيز نفسي وبدني وطبي بشكل مستمر لكل اللعيبة. طبعا أكيد، واحنا مستر مارتن طبعا والجهاز كله بيشتغل على اللعيبة كلها بشكل متساوي كله، وزي ما بنقول احنا بنلعب كل 3 4 أيام مباراة وفيهم سفريات، فطبعا لابد ان تكون مجهز كل الناس. النهارده شفنا اكتر من يعني مثلا هشام محمد كان بقاله فتره، بقاله ماتشين دخل رجع النهارده. عندك شريف اكرامي، الشناوي حس برجله في التسخين فشريف اكرامي خد على طول. فاللي انا عايز اقوله ان انت معاك لعيبه كلها مسؤوله وكلها متجهزه صح ان شاء الله، ويرجع لنا ان شاء الله المصابين. دخل معانا فتحي ودخل معانا ازارو ودخل معانا مروان محسن، ان شاء الله يبقى ليهم ادوار الفتره الجايه ان شاء الله. وليد وعاشور جايين، سعد معانا وماشي، يعني اللي انا عايز اقوله محمد نجيب ان شاء الله برضو هيجي. فاللي انا عايز اقوله ان احنا كل ما بيبقى معاك ناس جاهزه كل ما تقدر تشتغل باريحيه اكتر. يعني مبروك كابتن شكر. الله يخليك، الله يبارك فيك. مبروك مبروك. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب فريق النادي الاهلي. اكيد فوز زي ما بناكد يا كابتن اسلام فوز مهم ومطلوب، وان شاء الله باذن الله ينتصر النادي الاهلي خلال المباراه القادمه باداء ونتيجه كعاده النادي الاهلي. عوده ليك.